ممتازة من السوداني ينطلق كسام لاعب مسعود يتمكن من فتح مجال التهديف في الدقيقة السادسة. يتمكن فريق جمعية جنيف في أول هجوم خاطف وسريع عن طريق السوداني يتمكن من تمرير كرة على طبق من ذهب. هاي الانطلاقة من السوداني يتمكن من توخر وتمرير كرة ناحية مسعود ينفرد بالحارس بيدكا يرفع الكرة ويضع شباك الحارس الصحراوي في الدقيقة السادسة من الوقت من الشوط الأول. هدف مبكر جاء في وقت مبكر جدا أو الانطلاقة من السوداني. قلت الخطورة تأتي من هذا اللاعب ناحية مسعود هو أيضا جالي المساعدة انطلق خلف المدافعين تمكن من اللحاق كبيرة الانطلاقة الكرة موزعة والخطأ والهدف الثاني والخطأ من حبايش والهدف الثاني. يتأسف حبايش خطأ من الدفاع وكانت التوزيعة من الجهة اليسرى يبدو لي من مسعود هو الذي وزع الكرة أو سوكار هو الذي وزع الكرة سوكار هو الذي وزع الكرة والخطأ من الدفاع والحبايش أراد إبعاد الكرة ولكن وضعها بالرأس في الزاوية المحصورة بين السوداني والهدف الثالث. سهولة كبيرة للوصول إلى مرمى الحارس الصحراوي. قلت حذاري لما انطلق مسعود وجاءت المساعدة من سوداني قلت حذاري والهدف الثالث وفرحة كبيرة لعناصر في جمعية الشلف بالهدف الثالث. في كل مرة وين تكون الكرة عند عناصر جمعية الشلف لما يكون الهجوم إلا وتكون الخطورة مثل هذه اللقطة تمريرة من ذهب من مسعود وسوداني بكل سهولة يباغت الحارس الصحراوي ويوقع الهدف الثالث بعد مرور 24 دقيقة. سيناريو لم يكن في الأحلام ولا في الأحلام أن تسجيل أي هدف يعطي حيوية وفرحة وبالتالي يعني يحاولوا ينطلقوا من جديد ربما حاول هدف تسديدة قوية من كاميرا لم يترك الحظ لدفاع الجمعية وأيضا بعد كرة ضايعة من الحارس. هذه المباراة مباراة ولا في الأحلام مباراة مثيرة مباراة مشوقة وهي تشكوكية. فريق مولودية العلمة يتمكن من تقليص الفارق وتبعث المباراة من جديد مباراة كبيرة وكبيرة بين فريقين بين فريق يطمح لتعميق الفارق. عود الحق على الكرة رفيق اطلب الكرة من هناك جديات هل يكون الهدف الرابع بالفعل الهدف الرابع خطأ من الدفاع خطأ قاتل يسمح لجديات من توقيع الهدف الرابع. جديات أمامنا وفرحة كبيرة بتوقيعه للهدف الرابع هدف رابع قاتل. شوف الكرة هنا تنطلق مسعود خلف المدافعين كان فيه وضعية تسلل خروج غير موفق للحارس الصحراوي فقد توازنه ضاعت منه الكرة استرجعها مسعود وضع الكرة هيئة كرة لجديات لم يجد أي صعوبة في وضعها شباك الحارس الصحراوي ويعقد من جديد مأمورية مولودية العلمة ونحن نلعب الدقيقة 66 من الشوط أو من المباراة ككل. مثل هذه الأخطاء القاتلة سمحت لمولودية جمعية